بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله نتعلم مع بعض النهاردة درس جديد وهو إدراج صورة داخل برنامج بابلشر أو داخل المنشور اللي احنا عملناه. في الدرس اللي فات تعلمنا مع بعض إزاي نفتح المنشور اللي احنا عملناه قبل كده وإزاي نعمل إدراج للكائنات. احنا طبعا شغالين على المنشور ده، ممكن نفتح منشور تاني جديد من خلال اللي احنا نروح على المنشور اللي احنا حافظينه قبل كده، مثلا زي الطاقة التحية، نضغط عليه بالزر الايسر للماوس هيتم فتح المنشور كما بالشكل اللي قدامنا ده. لو انا مثلا عايز اعمل ادراج للصوره، اقف مثلا هنا في التكست ده او مثلا مكان الصوره دي، وهيتم الذهاب لقائمه ادراج، ثم هيتم الذهاب الى الامر صوره، هيظهر منها مجموعه من الاوامر، هيتم اختيار الامر من ملف، هيفتح لي مربع حواري هيتم اختيار الصورة منه. طبعا هنا عندي دي كل الفولدرات اللي موجودة قدامي. هنروح لديسكتوب، انا حاطط صورة على الديسكتوب، هلاقي الصورة هو قدامنا بالشكل ده. هيتم الضغط على زر ادراج لادراج الصورة داخل المنشور. طبعا ظاهرة بحجم غير حقيقي، هيتم تصغير الصورة من خلال السحب والافلات بتاع الصورة او الطول والعرض. هبدأ أضبط فيه مقاسات الصورة لحد ما تناسب التصميم بتاعي زي ما احنا شايفين كده، وبكده انتهينا من درس إدراج الصورة.